بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي أحبائي متابعين قناة السهل البيطري، النهاردة معادنا مع معلومة غذائية جديدة، معلومة عملية بتنفع معانا. ليه السمك بتبقى ريحته وحشة؟ وإزاي نزيل الريحة ديت؟ وليه لما بنحط ليمون أو خل على المكان اللي فيه السمك أو كده بيروح؟ بعض الأفراد بيصابوا بمتلازمة رائحة السمك، وليه في بعض الأحيان بعض الناس بيبقى ريحتهم زي ريحة اللي هي السمك الفاسد؟ وازاي نعالج، وبعض النصايح للحاجات دي. يلا بينا مع الحلقه. سمك نبدا بسم الله، ده اللي هنشوفه النهارده معانا في الايه في الحلقه. هي دي متعلقه بمعلومه بايوكيميائيه، احنا لان ريحه السمك بتيجي من حاجه اسمها ايه، الترايميثايل امين اوكسيد، ده اللي هي العضله بتاعت السمك نفسها بتبقى فيها الماده دي اللي هي اكسيد الثلاثي ميثايل امين. ده يعتبر قاعدة نيتروجية، لما السمك بيطلع من المية تبدأ الانزيمات بالبكتيرية زي اللحمة بالظبط في الحيوانات، الانزيمات او البكتيريا اللي بتفرزها، الانزيمات اللي بتفرز من البكتيريا التحلل تبتدي تحلل عضلة السمك اللي بتطلع المادة دي الترايميثايل امين اوكسيد. لما الانزيمات بتتفرز عليه بيتحول لترايميثايل امين ودايميثايل امين، ثنائي ميثايل الامين، ودول المادتين اللي بيطلعوا بيدونا الريحه الايه بتاعه اللي هي الزفاره، او اللي هي الماده اللي هي بتبقى ليها الريحه المميزه دي. الثلاثي ميثايل الامين بصوره اكبر، يعني اللي هو اكتر حاجه اللي هو الثلاثي ميثايل الامين حط عليها الرائحه دي، تعتبر جايه من الايه، من اللي هي الشق القاعدي، لان هو الاثنين دولت قاعديين يعني قلويين، عشان كده لما بنعادلها بالليمون او بالخل بتروح الريحة، يعني بتعادل بتحول من قلوي زي رائحة نفاذة الى ايه متعادل، فبتروح الريحة على طول. ثايل امين والدايميثايل امين دولت لما بيتعدوا مع الليمون والخل، مشكلة لما تيجي ديت بعض الافراد بيصابوا بمتلازمة رائحة السمك، يعني بعض الناس بيبقى ريحتهم عرق، العرق بتاعهم بتبقى ريحتهم نفس رائحة اللي هي السمك، وده بيبقى نتيجة الخلل وراثي، ده نتيجة لأن الإنزيم المسؤول عن هضم البروتينات بصفة عامة وخاصة السمك مش موجود، أو متلازمة رائحة السمك بتسبب الكثير من المشاكل لبعض الناس، اللي هي بيبقى فيه العرق نفسه بيبقى ريحته ايه الترايميثايل الامين ده، لان النتيجه لان الانزيم المسؤول عن هضم البروتين بصفه عامه والاسماك بصفه خاصه مش موجود. دي نتيجه لطفره جينيه بتبقى في ان اللي هو انزيم ثنائي الميثايل انالين مونوكسيجينيز مش موجود، اللي هو فلافين كونتيننج دايميثايل امين مونوكسيجينيز، الاختصار بتاعه FMO3، مركب ثلاثي ميثايل الامين، واللي هو ده مش موجود في الامعاء، وده بيبقى مع البكتيريا اللي هي بتهضم الايه البروتين في الامعاء. في حاله الاصابه بمتلازمه رائحه السمك الانزيم ده ما بيهضمش الايه البروتينات بصفه عامه، وبتخرج ماده اللي هي الترايميثايل امين والدايميثايل امين مع في اللعاب والعرق، وده بيخلي ريحه الفم والجسم بصفه عامه كريهة. ده نتيجة للنظام الغذائي، الناس اللي هي بتكتر من البروتينات في نظامهم اليومي، خاصة الأسماك البحرية والبقوليات والبيض والفاصوليا وفول الصويا والكبدة، بيبقى غني بالبروتين، فبيؤدي مع الاختلال بعدم وجود الإنزيم دوت إلى متلازمة رائحة السمك. برضو في بعض الأحيان نتيجة لمرض الكبدة أو الكليتين، غياب الإنزيم ده برضو بيؤدي لإيه؟ إلى ظهور ممكن بسبب العامل الوراثي، بعض الجينات في العيله نفس بعض العائلات نفسها بيبقى عندها الاختلال في الانزيم دوت بيبقى نتيجه العامل الوراثي. اعراض المتلازمه ديت ان البني ادم بيبقى العرق بتاعه ريحته زي ريحه السمك بالظبط، والفم برضو نفس النظام نتيجه لوجود الترايميثايل امين في اللعاب والعرق، وديت بتسبب احراق كتير، ما بتبقاش بيوم واحد ولا يومين، بتبقى على طول نتيجه لغياب الانزيم الهاضم. يعني في بعض النصايح منها ان احنا نبتعد عن الاطعمه التي تحتوي، للناس اللي هي اللي عندها الخلل دوت المفروض يبتعدوا عن الاطعمه التي تحتوي على المركب الثلاثي ميثايل امين مثل البقوليات بصفه عامه والبروتين
عدم او التقليل منها، عدم شرب الحليب اللي مصدره البقر، يعني عدم شرب لبن الابقار بصفه عامه اللي هي بتتغذى على القمح. بتاخد مضادات حيويه مخفضه، بعض انواع المضادات الحيويه المخفضه، تناول الملينات او المسهلات اللي هي بتؤدي لخروج كميه البروتين الزياده في الامعاء مع البراز، بياكلوا المكملات الغذائيه اللي بتساعد على تقليل كميه مركب ثلاثي مثاي الامين وطرحه خارج بشكل حر خارج الجسم، ويستخدموا اقراص الفحم مرتين في اليوم وتساعد على التخلص من الايه. ممكن برضو ندهن ليمون على الايد او الاماكن اللي هي ممكن تكون كثيره الافراز في العرق، الليمون عادي صحي وما فيش مشكله منه، فده بيعادل تأثير برضو العرق اللي هو السيء او كده. اماكن اللي هي تواجد العرق بكثرة ممكن ندهن ليمون عادي اللي هو عصير الليمون نعصره وندهن بيه عادي. طبعا الليمون والخل على اساس يعادل تأثير الريحة دي الكريمة. ودي كانت كل حاجة النهاردة، ونرجو ان احنا نكون افدناكم، ودايما اسألوا البيطار وتابعوا دايما الحلقات واشتركوا وفعلوا الجرس واسألوا في التعليقات.